أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندما يفعل الإنسان ذنبا يندم على فعله ويستغفر الله منه ولكنه لم يعزم على عدم العودة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: عندما يفعل الإنسان ذنبا يندم على فعله ويستغفر الله منه ولكن لم يعزم على عدم العودة. لم يعزم على عدم العودة. ما تاب، هذا معناه ما تاب. إذا كان ما عزم على تركه وينوي العودة إليه أو ما تاب، يختل شرط من شروط التوبة.